وصلت لي قائمة ال 18 بالنسبة لنادي الزمالك، لسه كابتن محمد صلاح أعلنها من شوية صغيرة. محمد أبو جبل وأحمد الشناوي في حراسة المرمى، أحمد ديودار، حمادة طلبة، إسلام جمال، محمد كوفي، أحمد سمير، إبراهيم صلاح، معروف، يوسف مؤمن، زكريا، عبد الله سيسي، خالد قمر، يوسف أوباما، أحمد عيد، أيمن حفني، علي جبر، طارق حامد، حازم إمام. دي قائمة الزمالك اللعيبة اللي هتبات النهارده في المعسكر استعدادا لمباراه بكره امام وادي دجله ان شاء الله في ملعب الدفاع الجوي. تم استبعاد بعض اللاعبين زي رضا العزب، صالح موسى، محمد شعبان لسه عنده اصابه كان بقاله فتره غايب، جنش، مصطفى فتحي برده مش عارف ايه اسباب استبعاده، احمد علي برده تم استبعاده، باسم مرسي زي ما قلت لكم من شويه خد كدمه كده في التمرين النهارده، وعمر جابر واحمد توفيق زي ما قلت لكم بسبب موضوع تجديد التعاقد او عدم تجديد التعاقد. في اجتماع مجلس اداره شغال دلوقتي في نادي الزمالك وبيبحثوا في موضوع الوايت نايتس وال يعني الحاجات الاخيره اللي حصلت ضد المستشار مرتضى منصور. تعالوا نتابع